اشنو جيتي في الكوكو تما زهره؟ ما كنسلقو خيزو. متتبين ديالنا كي داير لاباس عليكم؟ كنتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مولات التجميل طلع صوتها ولا شويه بخير اليوم. اليوم تقدر تصدعكم بشي لان هذا النهار. وحاجه اخرى راه مشيت جبت البوله البيضه امي زهره الكوزينه. كنسربيه واقيلا في الهضره ياك. داكشي علاش كيقولوا لي التجميل. كي دايرين بخير وعلى خير كنتمنوا تكونوا باحسن الاحوال. متتبعيني مازال هون ديالنا باش غرو لا متلفتين بخير وعلى خير. المهم متتبعين ديالنا اليوم غادي نعاود غير واحد الاكله كتبدلتها لهم في الدجال بالرز والخضره. قالك ضروري شحال هادي موتي حزروني مشا مضاني خرج وماشي شعاوديها عاد تيحزروني عاد عافاك يا بلاد نهار نعاودها لهم ان شاء الله. متتبعين ديالنا كتجي زوينه بزاف ومشا قرب يخرج بلا ما بقى لي والو. المهم حيت شهيت وهذا هو نعاودوها. لا لا بحلاوه في رمضان صراحه. هيا راه كتشحال حضير لا خيزو والفلفله خضراء والقرعان وكاين والبصله وهنا البيض اللي غتسالي من هنا غتحطو هنا. يا ربي سالي هذا هو غادي نشحن غادي نزيد عليه الرز جوج كيسان ديال الرز هنا يشحن معاهم الرز ديالهم العصريه. الرز كديري ما طايبش على ما طايبش ديرو غير شحال هذا ونديرو له قياس المريقه ان شاء الله وغادي نهوز الدجاج ديال غدا في الصباح. تمام المتتبعين ها هو غادي تقلبو راه محمر باش غادي نخرجو. المتتبعين ديالنا باش عرفو راه ما كتقليش لا في الزيت لا في والو لا في الحلال. نزيدو الزيت البلديه وشويه د الرز البلديه وفاش تقطعو بالماء والملح حتى تلقى المروريه ديالو كيما القاعده الا كنتي شفتو معايا. ايوا دابا ندعسو البروني حمر شويه هذاك ونعمرو ان شاء الله وغادي نشوفو. باقيلا تكون صدعت هاد الكوكوت كاع ما يسمعوكش تجيو غير يسمعوني غير انا اللي فيا الهضره اكثر من هاد الكوكوت هادي. شوفي شي شعلو عافية قلبات مي زهرة الجفنة القديمة. إوا كتلقى سيدي المتتبعين ديالنا شو كاين غادي من الوعي العواد توحشت توحشت وقالك ضيف ثاني حنا كنضيفانيو توحشت واحد الدخان كيعجبني المتتبعين ديالنا كيف ما كتشوفوا. السلام عليكم بعدا كي درتو لاباس عليكم كنتمنى تكونوا تكونوا بخير وعلى خير. الله يخلي الوطن وخارج الوطن كيف ما كنشوفوا اليوم شقات ليا عليه عزيز عليا ولات كنمشي بعروبيه كان العائله وهذا هذا العام مشيت ليه وكندير المنوي الشحمة. المنوي هكا على العواد كيعجبني طيب انا على العواد بحال هكا كيعجبني نفرد في العسيره هذاك الشيء تقليدي كنحماق عليه. قلت لهم زهره اليوم غنطيب على العواد وربي كبير. قالت لها ويلاش غنفر غنطيبي بتا غنطيب في السطح غنقلبو على الحلو. قلت لها راه كاينه الجبنه قديمه ما كتستعملش ليه راه مصديه ديري لنا عليها العواد باش ما نديروهاش ما نديروش العافيه على الارض على بحال العربيه اللي السطح ديالنا بحال العربيه. قالت لي نشرب الحوايج عاد نشرب الحوايج حتى جمعيهم ولا عاد دابا جمعت الحوايج في الشبكه. جمعت الحوايج احنا دابا راني درت شويه ديال الشملويت الشكمه هنا مازال كاع مروي عاد غادي عاد الكره العطريه هادو البريوات خرجتهم والبريوات خرجناهم نديروهم في خرجونا وراه ما بقالناش الحال عرفتي دابا سته دابا واقفه ولا عاد سته وزياده. المتتبعين وقالوا لنا الضياف جايين دابا مع سته ما فهمتش اش غادي ندير والله ما فهمت حتى لعبه. داكشي اللي لاحظت والله العظيم اصلا مشينا خدينا شي عرض برا اليوم تعطلنا ما دخلناش ما ديرو شي حاجه كيما ما دخلناش للدار حتى راني اليوم جاي ندير الشغلانه. وشنو قلنا نديرو؟ قلنا غنديرو غير شي فطور كيف ما كان نقضيو به. خرجنا البريوات هما اللي واجدين وقلت دير شي ملوي مربي بغاو الداري والملوي الشحمه ونديرو داك الدجاج اللي بغاو الداري وداك الدجاج اللي قلت لامي ديريه. هادشي ما قضيناش غير ما كان حتى واحد كاع فطار ها ما جاوا الحمد لله. واليوم اللي قلنا ما غنديروا والو اللي جاونا الضياف على قبلنا ولا حيت ما عمولاش خليهم يفطروا باش ما يخافوش الله. هادشي اللي كاين يفطروا باش الله هادي تولي كل حموم. خاتي رقيه خاتي رقيه زدت البيض خليها هذوك ما بغيات طيبه بغيات طيبه ما خرجتوش حتى بغرير من الثلاجه. خرجوا لنا حتى البغرير خرجوا خرجينا البغرير كاين البغرير في الفريكو موجود. خرجي شي خرجي كامل راه ما كياكلوه راه غادي يكفي. ايوا هادشي اللي كاين ما جايش عندنا شي برانيه راه جاي عندنا غير خالتي وراه هي اللي اصلا ما كتبغيش كتقول لك انا ما كنبغيش اللي يبقى يكلف راسو. ايه حيت خالتي اخوانيه كدير الخمار ما شاء الله عليها كتقول لك غير اقسم الله ما عنديش مشكل. هما كتشري الكيلو في الطروبي انا الميله الواحد ما معيبكش الطريق ما كيجيش عندك ديما كيجي مره في هذا يعني ما كيقولك هادي جاي هي اصلا ما كتبغيش تعلم هي دابا فاش ما علموش يفطروا داكشي اللي قسم الله. انا
لكن الجريده ديالي تحرق لي بالعافيه. لا وايني كتبان عليها مزويناتها، وايني دوك البدلين ديال العروبيه. فين ها؟ هاي 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 امي دارت لها العويد، قالت شدات كلات الشجيره. شوف باش كلشي شي خضر خضر مازال في اليوم يقوسوليش على ديك ماشي قوس. ودوك البادا البادا باش متقلي النواله عقلي صايبناها غير انا واسماء شحالو حنا نجدو بسلوكه من الفوق شحالو، وجات واحد العجاجه وهي تهز كلشي من الفوق. دابا فاش جات تقالي كنشوفها في العروبيه تيديروها الناس وتيديروها البال وتيديروها باش يغطيو البال بالميكا تيديروها الطريقه، ودرتها انا لهاد الميكا وهنانا ربي من العجاج بقى كيجي راسي المهم ندوزو هاد الشتوى هادي خويا حمد الله من هنا داخل العجاج. جات البيعه ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا هاني كنطيب. شوف تبارك الله راه ما درت فيه لا شلا لا زبده لا والو، راه قسمتو غير بالزيت والطحين العادي غير العادي ما قسمتو لا بالزبده لا حتى حاجه. تبارك الله نيت طياب العواد راه كيجي شهوه منه. غنفع احمد جو غنفع احمد جو صراحه نشدو هكو. ايوا هي دابا غادي ندير الشماء راه دابا غادي نعرف الله هو هذا غير واحد الربعه ديال الرضا الرضا هذه اللي كتكلم. ايوا غير ربي ما تشدنيش صافي العافيه. انا حتى عجبني الحال كنطيبها حتى زدت لي المقيله ديالي. ايوا انتم المتتبعين ديالنا حمود درنا معكم هذا الفيديو هانتوما شفتوه ان شاء الله حتى الا ما صورناكمش تقدروا تفطروا ما يسقادلاش كاين الاخوانيين واش نقول لهم تناو نفطروا ما جاتش. المهم ها انتم راه شاهدين معكم القصه ديال خمسه البلويات ام زهره مالكي ايوا خلعتيني كاع ايوا خمسه خمسه الشحمه وخمسه ديال المهم كاين المخمر راه كاين اللي مخمر وها البغرير طلعناه حتى هو نسكلو. المهم سقادنا نشكلو معكم الطبله هي هذيك ما سقادش. المهم ها انتم تشاهدوا معنا غير هذا الشيء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ولا اللايف الجاي ان شاء الله نقدروا المره الجايه نديروا اللايف ان شاء الله. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله المتتبعين ديالنا وشكرا لكم والله ينوركم. السلام عليكم متتبعين ديالنا مي زهره راه شفت قال لك غمقتي علينا هبطت الريدوات هبطت كلشي. المهم متتبعين ديالنا راه جاو الضياف وراهم الفوق معنا الفوق حيت راه ماشي برانيين وبقات مي زهره نيت وسكينه وجوج حاطين الفوق وبقينا جري ما جري راني مازال شلهت. المهم حنا حطينا الطبله حنا سالينا ها هو تيقول الله اكبر غير على مني هبطوا اييه و بنات راهم ليه واختي راهم ليه. المهم كما قلنا ديال الطبيله ديالنا هذا الموجود حتى حاجه الغلطه اللي قلنا لكم ديال كما حرقتها امي زهره شويه لا 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 اله الا الله ملي دارت هكا الملويه هو خبز الشحمه على الطريقه ديال اللي ديال انا او هادو سميتهم لا هاد السيجارات اللي دارت سكينه اللي عمراتهم بالحوت وديك ماشي ما كاين حتى شي حاجه جديده هادشي كلشي كتعرفوه. المهم الموجود هو هذا وبصحتكم لكم وسلام عليكم. واليوم راه الضياف راكم عارفين اللي كاين. باي باي غدا ان شاء الله ماشي الفيديو لايف ان شاء الله لايف ان شاء الله لايف ان شاء الله لايف وما تبخلوش علينا بلي لايك ولي زابوني علاش غنديرو لايف شو السيمو شوف علاش غنديرو لايف تنديرو 10 ولا 11 يعني تعطينا 11 ان شاء الله غادي نبداو هكا كل 11 في شي حاجه. يلاه السلام عليكم باي باي ما تنساوش لايك اييه.